يعني أول نقطة لابد إنه إن إحنا نقول إنه السياسة في الجامعات مسموح بها. الممارسة الحزبية في الجامعات يعني ده مش واضح لناس كتير الحقيقة، أن ليس هناك ممارسة حزبية، ليس من حق أي حزب أن يستغل الطلاب والجامعات في تقوية نفسه وفي التقدم بالانتخابات وفي طرح أفكاره ولا غير ذلك، لكن من حق الطلاب أنهم يبقى هناك نوعية من التنمية السياسية والثقافية. وده الحقيقة ما بيتمش بالشكل الكامل، وأعتقد أن ده لو تم بشكل جيد من خلال الجامعة ومن خلال اللقاءات الثقافية اللي طول الوقت بندعو فيها وزراء وبندعو فيها شخصيات أن يتم تنمية ثقافية وتنمية سياسية لأعضاء للطلاب، سيكون لها تأثيرها في المدى الطويل على الأقل، ويكون تأثيرها مباشر في رأيي على الحد من الآثار المختلفة.